تقرير أمريكي جديد حذر مرة أخرى من أن الداخل العراقي قد يواجه حرب داخلية شاملة جديدة لا يريدها أحد، وهذا التقرير الأمريكي كان صادرا من مجلة الفورن بوليسي الأمريكية قبل يوم واحد فقط من زيارة الأربعين للإمام الحسين عليه السلام التي انتهت يوم أمس، لاحظ في 15 سبتمبر. هذا التقرير باختصار شديد للغاية أكد بأن إيران لعبت دورا مباشرا في عملية الاشتباكات التي شهدناها في المنطقة الخضراء لمدة 24 ساعة وفي المناطق الجنوبية بين التيار الصدري وبين كذلك الفصائل المسلحة بحسب الاتهامات القادمة من التيار الصدري تجاه الطرف الآخر. وبالتالي وجدت الفورن بوليسي بأن إيران لعبت هذا الدور من خلال استقالة آية الله كاظم الحائري من منصب المرجعية الدينية، وبعد ذلك طبعا حول هذا الأمر بشكل واضح ومعروف إلى المرشد الأعلى السيد علي خامنئي لكي يكون هو المرجعية الدينية. ووجدت الفورن بوليسي بأن من شأن هذا التحرك إيران أرادت ليس فقط الحفاظ على نفوذها بل زيادة نفوذها في الداخل العراقي، وذلك من خلال تقويض السيد مقتدى الصدر وتقويض نفوذه طبعا، وكذلك جعل أنصار السيد مقتدى الصدر أن يتبعون للسيد علي خامنئي، وبالتالي تكون السيطرة إيرانية تامة وكاملة. ولكن الفورن بوليسي وجدت هذا التحرك الإيراني لا فائدة منه وبأنه لم يحقق أي نتيجة مرجوة بالنسبة للإيرانيين نهائيا، بسبب أن أنصار التيار الصدري فعلا أثبتوا بأنهم مخلصون للسيد الصدر من دون أي تردد مهما تغيرت الظروف. وبمجرد ما جاءت هذه الأنباء وأعلن السيد مقتدى الصدر اعتزاله للسياسة بشكل مباشر، أنصاره توجهوا إلى المنطقة الخضراء وبدأت الاشتباكات التي شهدناها، وأمرهم بعملية الانسحاب مباشرة من المنطقة الخضراء وتوقف القتال. ولكن المجلة الأمريكية وجدت ببساطة بأن أنصار التيار الصدري قد وضحوا تماما وأرسلوا رسالة واضحة لإيران بأنك يا إيران لا تمتلكين الأرض، بل أن السيد مقتدى الصدر ستبقى الأرض معه وهو صاحب الشعبية الأكبر في هذه المسألة. وعلى هذا الأساس الفورن بوليسي وجدت بما أن إيران هي تريد الحفاظ على نفوذها وهي مصرة على الحفاظ على نفوذها في الداخل العراقي، وأن التيار الصدري ليس في مرحلة تراجع أبدا وهو لا يرضى بالتراجع أبدا من مواقفه المناهضة للنفوذ الإيراني في الداخل العراقي، هي التي تفتح الباب أمام صراع قد يكون قادم وانزلاق الأمور إلى حرب لا يريدها أحد، حرب أهلية وشيكة كما وصفتها مجلة الفورن بوليسي الأمريكية. كذلك التحذير الأكبر بأن السيد مقتدى الصدر علينا أن نتذكر بأنه اعتزل السياسة بشكل مباشر، وهنا ما حذرت منه الفورن بوليسي بأن عدم وجود قيادة مسؤولة لدى التيار الصدري قد يعني بأن الأمور خطرة وخطرة للغاية، وهذا ما قالته الفورن بوليسي حول هذه المسألة. الفوضى التي استمرت 24 ساعة تظهر ما يمكن أن يحدث في حال بقاء التيار الصدري بدون قيادة مسؤولة، وهي مؤشر أيضا على مدى السرعة التي يمكن أن تدخل فيها البلاد في حرب داخلية شاملة بالنظر إلى كثرة المدججين بالسلاح. وأضافت على الرغم من أن طهران ربما لم تطلب مباشرة العنف في شوارع بغداد، إلا أن محاولاتها المستمرة للتأثير على العراق تساهم في تصاعد التوترات في البلاد. كذلك أن المسألة مرتبطة أيضا في طبيعة الصراع القائم بين الإطار التنسيقي وبين التيار الصدري بعدما صدر من مجلس القضاء الأعلى وتحديدا من المحكمة الاتحادية حول مسألة حل البرلمان. المحكمة الاتحادية باختصار شديد جدا أكدت بأنها غير قادرة على عملية حل البرلمان لأنها هذا الأمر ليس من صلاحياتها، وأن الأمر يحتكم إلى مادة معينة ألا وهي المادة 64 من الدستور العراقي. وعلى هذا الأساس الإطار التنسيقي متمسك بأنه يجب أن يكون هنالك استكمالا للحقوق الدستورية والاستحقاقات الدستورية، ويجب أن تعقد جلسة، يجب أن يكون هنالك تشكيل للحكومة، هنالك إصرار واضح على السيد محمد شياع السوداني كمرشح للإطار التنسيقي، رغم أن هنالك أنباء خلال هذا اليوم قبل أن نبدأ هذه الحلقة أن هنالك خلافات حول السيد محمد شياع السوداني داخل أروقة الإطار التنسيقي، ولكن المنظر العام هو يذهب إلى السيد محمد شياع السوداني. طبعا هذه المسائل وهذه التحركات هي كلها مرفوضة من التيار الصدري، بل أن هنالك عدد من القيادات من التيار الصدري
كانوا واضحين تماما، قالوا ببساطة بأن المحكمة الاتحادية نعم هي لم تحل البرلمان، ولكنها أكدت ظنا بأن ليس هنالك شرعية لمجلس النواب العراقي بحسب تفسير طبعا بعض القياديين في التيار الصدري. وعلى هذا الأساس أي شيء سيصدر من مجلس النواب لن يكون شرعيا، كل المخرجات لن تكون شرعية ولن يؤخذ بها إلا حل البرلمان، وبالتالي لا حل إلا بالحل، هذا هو الشعار القادم من التيار الصدري. وعلى هذا الأساس هنالك احتقان كبير وخلاف مستمر حول هذه المسألة. الأزمة السياسية العراقية على ما يبدو بأنها ذاهبة من بغداد إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال 48 ساعة القادمة، وأين ستكون ذاهبة مباشرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. ستكون هنالك اجتماعات مهمة للغاية لقيادات مهمة حول العالم ستكون حاضرة في هذه الاجتماعات من 20 وحتى 26 من سبتمبر. رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي سيكون حاضرا في هذه الاجتماعات وبشكل مثير للغاية. العربية الجديد وبمصر صادر خاصة لها تحدثت بأن الملف الرئيسي الذي سيبحثه رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي في الاجتماعات الخاصة بالجمعية العامة للأمم المتحدة هي الأزمة السياسية الموجودة في الداخل العراقي، بالإضافة إلى عدد من الملفات الاقتصادية، التواجد الأمريكي، حلف الناتو وغيرها من هذه التفاصيل الموجودة في الداخل العراقي. ولكن الأزمة السياسية هي الأهم، إلى درجة إلى أن العربية الجديد بدأ يتساءل بشكل واضح وتساءلت نحو هل سيكون هنالك تدويل للأزمة العراقية في ظل هذه التشنجات الكبيرة الموجودة. ولكن الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تركز على مسألة النفوذ الإيراني بشكل أكبر مقارنة بأي مسألة أخرى، لأن مسألة صراع شرق أوسطية كبيرة جيوسياسية. وبحسب الفورن بوليسي أو الفورن أفيرز عفوا الأمريكية في 13 من سبتمبر كانت قد وضحت بأن الخاسر الأكبر من هذه المواجهة بين الإطار التنسيقي وبين التيار الصدري ستكون إيران، هي الخاسر الأكبر من هذه الأزمة السياسية بشكل عام، ليس فقط إن كانت هنالك صدامات كما تحذر الصحف الأمريكية، ولكن كأزمة بشكل عام بحسب الفورن أفيرز ستكون الخسارة الأكبر لإيران. لكن يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة، إلى أن المفاوضات النووية والعودة للاتفاقية النووية قد تلعب دورا في طبيعة النفوذ الإيراني وقوة إيران في الداخل العراقي. فالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بشكل مفاجئ صدق أو لا تصدق سيكون موجودا في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيكون في اجتماع على هامش هذه الاجتماعات التي تحدثنا عنها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة الانسداد الذي وصلت إليه المفاوضات النووية الإيرانية، خاصة بعد فشل الجهود التي عمل عليها كثيرا جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. الرجل كان محبطا للغاية من الإجابات الإيرانية والإجابة الإيرانية الأخيرة، وبالتالي هنالك انسداد كبير في هذه المفاوضات إلى درجة أن الجميع بدأ يجد أن العودة للاتفاقية النووية أصبحت شبه مستحيلة، وبالتالي فشل العودة للاتفاقية النووية في ظل هذه المعطيات بالنسبة لأوروبا وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يعني استمرار العقوبات، عدم وجود الأموال، وقد يعني للعراق ببساطة الضغط الكبير سيكون قادما على الأحزاب التابعة لإيران السياسية وحتى على فصائلها المسلحة، لن تتحصل على الدعم المطلوب في ظل الصدام الكبير الذي يجري مع التيار الصدري. وهذا يرشح أن هنالك أن النفوذ في خطر كبير جدا بالنسبة لإيران في الداخل العراقي، مما قد يؤثر على النفوذ في سوريا بشكل عام وفي الشرق الأوسط. ولكن ما هو مثير للجدل هنا أن الولايات المتحدة الأمريكية منتبهة تماما لما يجري بين إيران وبين روسيا، وأن العودة للاتفاقية النووية قد تعني بأن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية قادرة على التأثير بعد النجاح للعودة للاتفاقية النووية على إبعاد إيران عن روسيا شيئا فشيئا، لأن التوسع كبير جدا في التواصل على المستوى الاقتصادي على المستوى التسليحي الأهم بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع روسيا، هي مواجهة روسيا طبعا بكل تأكيد، مواجهة كذلك الصين. بالنسبة لإيران المسألة مرتبطة فقط في المفاعل النووي وإبعاد إيران عن إمكانية الوصول إلى القنبلة النووية، فالمشاركة الآن بين إيران وبين روسيا
كبيرة وكبيرة للغاية، إلى درجة أن هنالك تقارير جديدة وحديثة مثل هذا التقرير الذي صدر يوم أمس من الوول ستريت جورنال، جاءت بالأدلة والإثباتات أن روسيا بدأت باستخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في الداخل الأوكراني بالأدلة هذه المرة، وليست كلاما استخباريا أو على الورق. الكلام القادم من الوول ستريت جورنال أن روسيا في الأسبوع الماضي استخدمت الطائرات المسيرة الإيرانية بشكل مكثف في خاركيف وتحديدا في كوبيانسك التابعة إلى خاركيف هنا كما ترون شرق أوكرانيا هنا بالنسبة للوغانسك ودانييتسك، وبالتالي الاستخدام للطائرات المسيرة كانت حاضرة في هذه المنطقة. الوول ستريت جورنال قالت بصريح العبارة أن إيران أوصلت الطائرات المسيرة إلى روسيا، وفي روسيا قاموا بعملية طلائها وتغيير أرقامها وأسمائها، وأخذت اسما مختلفا عن الاسم الذي تتمتع به ألا وهو شاهد 136 التي لاحظوها بالأدلة الكافية، وبدأوا بعملية استخدامها بقوة كبيرة جدا في الداخل الأوكراني بشكل مباشر، إلى درجة أن في كوبيانسك وتحديدا في 13 سبتمبر انتشرت صورا للطائرة المسيرة الإيرانية التي يستخدمها الروس في الداخل الأوكراني. هذه على سبيل المثال القطع التي ترونها التابعة لإحدى الأجنحة لهذه طبعا الطائرة المسيرة. هذا الجناح الذي ترونه هو تابع للطائرة المسيرة الروسية التي استخدمت، التي يرون بأنها قادمة من إيران بشكل مباشر. بشكل مثير إذا ما ألقينا نظرة على الشكل الواضح لهذا الجناح لهذه الطائرة وذهبنا وعدنا قليلا إلى عام 2021 إلى جناح الطائرة الذي نشرته الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا القيادة المركزية الأمريكية للطائرة المسيرة التي تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية بأنها إيرانية واستخدمت ضد ناقلة ميرسر ستريت قبالة سواحل عمان، ستلاحظ وأدى طبعا إلى مقتل 2 من هذه الناقلة الإسرائيلية. ستلاحظ أن هنالك تشابها وتطابقا لهذا الجناح، بل بالإضافة إلى ذلك عندما تنظر إلى هذا الجناح بهذا الشكل وعدنا قليلا إلى أحد الاستعراضات الإيرانية، سنلاحظ بأن هذا الجناح إذا ما اقتربنا منه فإنه يتطابق تماما مع الجناح الذي كنا قد ألقينا نظرة عليه. هذه الطائرات هي طائرات شاهد 136 الإيرانية المفخخة التي تتمتع بإمكانيات عالية جدا في اصطياد أهدافها، وبالتالي هنا نتحدث عن النفوذ الكبير الذي تتمتع به إيران في هذه المسألة. هذه المقارنات التي ذكرتها لكم هي جعلت منصات محترفة مثل منصة ألف على سبيل المثال أن تضع مقارنة بين الجناحين، جناح الطائرة شاهد 136 الذي رأيناه مع جناح الطائرة التي سقطت في كوبيانسك تحديدا في 13 سبتمبر الماضي، وتلاحظ من المقارنة بأنها متطابقة تماما. ومسألة عملية طلاء الطائرات الإيرانية وتحويلها إلى طائرات روسية باسم مختلف وغيرها هو أمر ليس بالجديد أبدا. مثلا طائرات شاهد 136 على سبيل المثال هي لوحظت لدى جماعة الحوثي بهذا الشكل كما تلاحظ، ألوان مختلفة تماما باسم مختلف بشكل مختلف ولكنها متطابقة تماما، بل إن طائرات الشحن الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني هي مستمرة في عملية الذهاب من موسكو إلى طهران. هذه واحدة من الصور القادمة من الفلايت ريدار 24 اليوم كما تلاحظون الآن، هذه الطائرة وهي تتوجه مباشرة من طهران إلى موسكو، وهذا تسجيل الطائرات لهذا اليوم والأسبوع الماضي. في 18 سبتمبر هنالك رحلة، في 16 كما تلاحظون، في 15، في 12، كلها طائرات شحن يعتقد بأنها هي الطائرات التي توصل الطائرات المسيرة الإيرانية بشكل مباشر إلى الروس، وبالتالي العودة للاتفاق النووي قد يعني إبعاد إيران عن روسيا بكل تأكيد، ولكن فشل المفاوضات النووية قد يعني عدم وجود نفوذ في العراق، وقد يعني بصريح العبارة ضعف للنفوذ الإيراني في الفترة القادمة إذا ما ازدادت حدة الأزمة السياسية مع التيار الصدري.